بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. حلقة النهاردة هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة موجودة معنا النهاردة. بيقول: أنا مهندس عندي 36 سنة، مسافر بشتغل برا. آخر أجازة نزلتها والدتي قالت لي لازم تتجوز، وإنها شايفالي عروسة. وافقت ورحت خطبتها، بنت جميلة مهذبة طيبة، صوتها هادي جدا وأنا تعلقت بيها. المشكلة إن أختها التوأم كانت بتكلمني كتير وتهزر، وساعات تطلب مني حاجات. مرة قالت لي ابعت لي موبايل من عندك، أصل تليفوني اتكسر، وحاجات ميك اب وبرفانات وحاجات كتير جدا. أنا كنت بتحرج وكنت بجيب لها وبقول زي أختي، ودايما تأكد عليا ما أقولش لخطيبتي أو ما أقولش لحد عشان ما حدش يوجع لها دماغها. ودلوقتي اعترفت لي إنها بتحبني وإنها مستعدة تتكلم مع أختها. أنا رفضت الموضوع لأني فعلا بحب خطيبتي وتعلقت بيها. لقيتها بدأت تقول لي إن خطيبتي أصلا كانت بتحب واحد قبلي، وإنها حاسة إنها ما نسيتوش وبتكلمه، وكده كده هتفرح لو سبتها، ولو مش مصدق ابدأ وراقبها. طبعا انا مش مصدق كلامها، وفي نفس الوقت حاسس اني لما هتجوز البنت دي هتعيشني في مشاكل ووجع دماغ، وانا اصلا هتجوز وهسيب مراتي وهسافر، فهبقى طول الوقت متوتر وقلقان. بدات اقلل من كلامي من غير ما اقصد، بس دماغي كل شويه تفكر اكمل ولا بلاش اكمل وبلاش وجع دماغ. طبعا اختها مستغله الموضوع وبتسخنها عليا. اتصرف ازاي؟ اكمل جوازتي ولا ابعد؟ لاني هدخل في صراعات طويله جدا، الحقيقه انا مش قدها. ده سؤال هنجاوب إن شاء الله ضمن أسئلة تانية كتير مع فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. حاسة أن أنا بتفرج على مسلسل. يعني هل إحنا وصلنا للدرجة دي حتى بين الإخوات؟ ما هو ده بقى شيطان الإنس اللي هو بيفسد على الناس سعادتهم ويفسد على الناس بيوتهم ويتسبب في الخراب ويخبب الناس. شيطان الإنس ده شيطان الإنس شيطان النفس؟ لا، شيطان الإنس. ما هو شيطان الإنس بيجي منين؟ شيطانة الإنسان بتأتي من نفسه، من نفسه، من جواه. فلذلك الإنسان ده هيتعب في الأسرة دي. البنت دي مش هتسيب. واضح ان هي قوية قوي، واضح ان هي جريئة. وجريئة جريئة جدا، قوية وجريئة. والجرأة في المرأة غير محمود طبعا. يعني حياء المرأة في هدوئها، في انكسارها، مش انكسار ذل، لا، انكسار أدب. واضح ان البنت دي اولا هي مش هتنفعه، اللي هي التانية دي اللي عايزة الاولانية بقى ممكن نقول له اللي هي خطيبته. خطيبته أختها مش هتنفع. دي شيطانة دي، يعني الظاهر من الأفعال. أن يقول أن يحكي الكلام ده يعني رأيي أنه يصارح، يتأكد من شعور خطيبة ناحيته، وهل هي مجبرة عليه، هل هي واخداه عشان حاجة تانية، أو يعني يتأكد من شعورها. لو تأكد من شعورها يتوكل على الله ويتزوج ويتجاهل التانية دي، مع أني أظن أن هي هيوصل لمرحلة أنه هيقول لها أختك ما تدخلش بيتي. ممكن فاش حاجة، بس هو عايزة منه قوة، عايزة منه أمر تاني، ان هو يتاكد من شعور خطيبته عشان ما يظلمهاش، لانها ربما هي كمان تكون متعلقه بيه. بالضبط. فيتاكد، ولو تيسر له وتاكد الافضل ياخدها معاه. ما يسيبهاش، ده حل. لان طول ما هي جنب اختها، هي ممكن لو ما عرفتش تكرهه في اختها هتكره اختها فيه. بس عشان كده انا بقول انه يواجه ويصارح ممكن. ويجيبهم هما الاثنين قدام بعض ممكن. في وجود الاهل على فكرة، الاب والام، لانه ربما تكون البنت متعلقة بيه ويظلمها وهو كمان هيتظلم. طيب ناخد ام محمد. ايوه مساء النور، اتفضلي، اهلا بيك. حضرتك جدا والله، ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا دكتورة، معلش مش طول على حضرتك. اتفضلي. بس محتاجه اسال فضيله الشيخ على حاجه مهمه، ويا ريت يرد عليا. حاضر، اتفضلي. انا هحاول اختصر لحضرتك، بس يعني يا ريت تستحمليني. لا استحملك على راسي طبعا. ربنا يخليك يا رب دكتوره. اتفضلي. بصي حضرتك، انا زوجي واخوه هم ولدين ما فيش غيرهم. بابا الله يرحمه كان جايب عربيتين اللي هي الميكروباص المشروع. فجوزي هو اللي ماسك الاداره ومستحمل كل حاجه وحاطط فلوس، يعني هو حاطط فلوس فيهم. والعربيتين باسم مين؟ باسم حماتي. باسم حماتك؟ مامته. مش حماكي كمان؟ لا. تمام. وفي شقة حضرتك بردك اللي هي حاليا قاعدة فيها باسم حماتي. تمام. هو الله يرحمه كان بيحب يكتب كل حاجة باسم مراته يعني. تمام. فحضرتك جوزي هو اللي بحكم ان هو سواق وكان مساند بابا في كل حاجة من قبل ما يموت. وهو اللي بيسد بقى قصاد عربية ومصاريف بابا، بس كان بيشتغل وبياخد اليومية، وجوزي كان بيشتغل ويطلع له اليومية. فجاء العربية الأولانية اتباعت.
جوزي ما خدش منها جيني ولا اخوه صراحه. امال مين اللي خد الفلوس؟ حماية. ده قبل ده قبل وفاته. قبل وفاته تمام. اصبح كده بقى في عربيه واحده وشقه. جاء حماية الله يرحمه تعب فجاه. فالفلوس اللي اخوه كان حط كان حاططها كان بيقول لبابا انا كنت هتجوز بيها. راح بابا مجوزه جايب له شقه ايجار بالعفش اللي مطلوب منه بفرحه بالدنيا دي كلها، وكان بيدفع له ايجاره لمده 5 سنين وكان بياكله بيشربه هو وكسوه العيال والكلام دوت يا دكتوره. فحماية توفى، فلما توفى العربيه كان عليها فلوس كتير حوالي اكتر من 200,000. مين اللي سد الدين؟ جوزي. جه سال اخوه هتسد معايا؟ قال له انا موظف وعلى قد حالي ومش هقدر اشيل معاك اي حاجه. قال له طيب وبعدين انا هعمل ايه؟ انا بطولي، انا ولا ايه ولا خال ولا عم. قال له الله يعينك عليها والله يقويك وانا مش عايز حاجه منها. تمام. جه بعد بقى كل دوت، انا حماية متوفي بقاله زي 3 سنين كده، 3 سنين ونص. جه جاي دلوقتي بيطالب بيقول انا ليا فيها. قال له طب ما انا كمان ليا وما خدناش، ولما ابوك توفى محدش ساندني. فهل كده دلوقتي جوزي ليه اخوه ليه؟ وحاجه كمان معلش ده. هو سؤال بس قبل الحاجه كمان. تمام. حضرتك السياره اللي هو خلص من عليها الديون واصبحت اللي اتباعت مش كده؟ اللي اتباعت خلاص واللي موجوده حاليا ده مفروغ منها، اللي اتباعت انتهى لانها بيعت في حياه الرجل. أيوه. والرجل ومراته خلاص كانوا ايه راضيين، والراجل وخد الفلوس وسد وجوز ابنه، كل ده ملناش علاقه بيه لان الرجل كان مازال على قيد الحياه. الان السياره اللي زوج حضرتك قام بادارتها وخلص الديون اللي عليها هي باسم مين؟ هي باسم حمايه. كله تمام. باسم الام. تمام. والام موجوده، والام عايشه. يبقى اصبح حضرتك لا زوجك ولا اخو زوجك ليه في العربيه حاجه. ما هي بقى حضرتك المشكله في هنا، ان حماتي راحت اتنازلت عن العربيه لجوزي بس خلاص. طيب واخوه يبقى اصبحت العربيه بتاع زوجك. حضرتك دلوقتي هو بيقول انا مش مسامح. ما يسامحش لان هو ملوش فيها اصلا. بالظبط. حاجه كمان معلش فضيله الشيخ، انا اسفه، انا دلوقتي الشقه اللي كانت اللي هي حماتي عايشه فيها دي كانت جدته ام حماية كانت بتقول الشقة دي للابن الكبير، أنا معرفش ليه، أنا جيت واتجوزت على نفس الكلام. لا الشقة باسم مين؟ سيبك من اللي بيقول، الشقة باسم خلاص مين؟ خلاص يبقى هي بتاعت حماتك. وحماتي برضك اتنزلت عليها لأخوه إحنا ما نعرفش. خلاص أصبحت بقت بتاعت أخوه. يعني كده يا فضيلة الشيخ جوزي مش هيسأل قدام ربنا إن هو أخوه يلتمه جني؟ خالص، الوقت الشقة بتاعت أخو زوجك والعربية بتاعت زوجك. ربنا يبارك لك يا رب. ماشي فهمت. نورتينا يا أم محمد. طيب ناخد أم محمود. أم محمود اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا رب. بص يا جميل، أنا كنت عندي شقة في مساكن سوزان وطالعة معاش، وكان معايا المبلغ يعني بحوالي 400,000. طلعت عمرة وابني أخذ جزء سديت له فلوس عربية وإلى آخره عشان ما اطولش على حضرة الشيخ وحضرتك. وكان المتبقي حوالي 320,000. تمام. فقلنا نجيب شقتين أنا وابني في مساكن سوزان، في مساكن أيوة سوزان بتاعت الأسمرات. ولما جيت أطلب الفلوس من جوزي كانت معايا وقال لي أنا هشيلهم لك في الحفظ والصون. لما جينا نطلب الفلوس قال لي الفلوس اتسرقت، مع ان الفلوس كانت في البيت والباب لا مكسور ولا شباك مكسور ولا في اي حاجه، الباب مفتوح بمفتاحه. ماشي دي حاجه. تاني حاجه انا لا انت سؤالك هنا ايه؟ ما انا عايزه افهم الفلوس، يعني هو دلوقتي بيقول لي الفلوس اتسرقت. طيب ايه السؤال بقى؟ السؤال ايه طيب؟ ما انا بقول هو ده السؤال، هو اقول لحضرتك وهو سواق اصلا. هو حضرتك مصدقاه ولا مش مصدقاه؟ لا مش مصدقه لان الباب مفتوح بمفتاح حضرتك. خلاص يقسم على كتاب الله ان الفلوس اتسرقت. ما حلف. لو اقسم حلف. خلاص حلف والله العظيم يا استاذه جميع، والله الباب مفتوح بمفتاح والفلوس ما خرجتش من ايده. طب هو لما هي اتسرقت وقت ما اتسرقت ما قالكيش ليه؟ ما هو يعني هو هل في حاجه؟ ما هو بصي، هو انت بتقولي حلو بس هو انا معاكي في ان الكلام مش مقنع، لانه لما حد بيتسرق بيته اكيد كل الدنيا هتعرف، يعني ما مش هيسكت. مني انا بقى لما انا بقيت يلاقوني جايبه شيوخ وبتاع على اساس اعرف الفلوس فين، وطبعا جيراني يا جماعه في حد دخل يا جماعه، ما فيش حد، عمرنا ما سمعنا عن سرقه هنا ولا عمرنا شقه اتسرقت هنا. هو ايه دخل الشيوخ ايه في الموضوع؟ هو دي بقى الموضوع ده بقى دي. أفهم حضرتك عشان اوصل لحاجه. لا الشيوخ يعني انت جايبه الشيوخ عشان هي جايبه الشيخ عشان يقول لها يقرا حاجات جوه البيت فيقول لها مين اللي خد الفلوس، صح؟
أو فين؟ ده دجل، ده دجل يا حاج. والله بقى أنا يعني ولا شيخ يعني أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال يا أم محمود. فضل. هل أنت متخيلة أنه في شخص في الدنيا ممكن يعني ينجم هو مين اللي خد الفلوس، جوزك ولا غيره، يجي يقولك اللي خد الفلوس فلان الفلاني؟ هل ده شيء يعقل؟ والله قالوا لنا شوفوا حد كويس وبتاع. سيبك من اللي قالوا، انت عقلك يجيبك انه في حد ممكن يدخل البيت فاي مخلوق ربنا خلقه في الدنيا يعرف مين اللي ممكن يكون خد الفلوس؟ طيب بصي يا استاذه رامية والكلام اللي حضرت الشيخ بعديها بشويه صفينا ورجعت تاني ليه. انا ما كنتش طلقت بس كان يعني منفصل شويه عني وابني قال لي هتحبسيه مش هتستفيدي منه حاجه. هنا ردنا بقى قعد يقول لك اجيب عربيه اشتغل عند حد وبتاع ما اعرفش ايه. انا قلت بدل ما تشتغل عند حد انزل، وعملت كارد على معاشي وخدت 76,000 من البنك ورحنا دفعنا 60 لمعرض في بنها وخدنا عربيه فان اللي هي السوزوكي دي وندفع لها كل شهر 3000 جنيه. بعدها بشهرين، بعد شهرين من جايبني العربيه تمام فوجئت بانه انا لسه عارفه من حوالي شهرين ان العربيه باعها من ورايا برضو. هو جوزك بيشرب حاجه؟ باعها ازاي من وراك؟ هي باسم مين؟ باسمي انا. ما هو باعها ازاي؟ وهيبيعها ازاي؟ حضرتك العقد اللي بيجي ابتدائي ده اثبات ان انا دافعه فلوس، لكن العقد ده عرفت بعد كده انه ده بيسقط بعد 15 يوم. طب وحضرتك يعني كانت هي فين لما هو باعها؟ يعني انت اشتريتيها واديتيها له؟ هو كان بينزل حضرتك كل يومين، كان سواق راكبها، كل يومين ينزل يقول لي هجيب اليوميه بتاعت العربيه، كل يومين او ثلاثه ينزل يقول لي هجيب يوميه العربيه. طب انت سالتيه هو باعها ليه؟ سالت، قال لي والله يعني حد لعب في دماغي ومش عارف ايه، مع ان هو يعني يلعب بدماغ بلد. طب فلوس العربيه فين؟ اتصرفت 3 مصاريف. طيب السؤال في ايه يا حاجه في كل اللي انت قلتيه؟ ما انا عايزه، ما انا بقول لحضرتك ده اخري ايه معايا ولا اعمل ايه ولا ايه راي حضرتك؟ شايف ايه حضرتك؟ انا مش شايف حاجه. انت اللي شايفه ايه؟ والله انا انت ما اتقرصتيش من المره الاولى ورحت جبت العربيه وسلمتها له وخليته يشرف عليها وفي الاخر يبيعها. ده كده لازم تفهمي الفلوس دي بتروح فين. المبلغ الاولاني كمان مش بسيط. انت بتقولي 320,000 ولا 350,000؟ طب 350,000 عمل بيهم ايه؟ وفلوس العربية اللي اتباعت اكيد برضو مش قليلة، عمل بيهم ايه؟ كاين معاه مرة تانية بعد ام ولاده، انا التالتة معاه بعد ام ولاده، كان بيتردد عليها وكل انا على حد علمي ان هو كان على طول بيصرف عليها وبيودي لها فلوس. يعني انت حاسة انه صرف الفلوس عليها؟ اكيد. طيب ماشي حق. طيب حق. تبعينا يا ام محمود، نجاوب ام محمود بقى، نجاوب رأي حضرتك ايه؟ ايه محمود اللي هي بقى الثانيه محمود المبلغ بجوزها بيقول انه اتسرق من البيت وبعدين باع العربيه اللي جايبينها. هو طبعا الانسان ربنا بيبعت له اشارات دائما كده يخلي باله، يعني اشارات تقولي مثلا تنبيه للانسان ان فلان ده خلي بالك منه وانت بتعامله، فلان ده اتقرصت منه قبل كده، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. يعني حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده ليه؟ علشان يرفع عنا السذاجة في المعاملة، يرفع عنا انك انت ما تبقاش كده ايه يعني سايب نفسك كده، ده يضحك عليك وده ياخد حاجتك وده، وانت مش عايز تدافع عن حاجتك، يبقى كده لا تلومن الا نفسك. يعني انت اتقرصت في 320 جنيه 1,000 320,000 وبعدين العربية، كنت عايز يعني انت من المرة الاولى كنت خدت موقف تعالى شوف ال 320 وبعدين ما تسكتيش غير لما تعرفي وتتاكدي اذا كانوا فعلا اتسرقوا ولا لا، مش عن طريق الناس اللي بتجيبيهم عشان هم يقولوا لك او يدلوكي. طيب الامر ده الثاني، هو لما خد ال 320 او ال 350,000 دول، هو اكيد كان فيه مقدمات قبل كده هي عارفه ان هو ممكن بهذا يعمل ده او ما يعملش. بالضبط. ومع ذلك راحت رمياله الفلوس. اصلا مش معقول العشره الطويله دي كلها ومخلفه منه رجاله مش هتعرف خلق الزوج طبعا، ده تلاقيها درساه وحافظاه وعارفاه، ومع ذلك اداتيله الفلوس من غير ما تاخدي اي ابدا اي وصل. لا ده انت تاخدي عليه وصل، ده امر مهم جدا، لان احنا في زمن ماتت فيه ضمائر الناس. ده الواحد بياخد من اخوه يقول له ما خدتش، شوف هتثبت ازاي. فاحنا في وقت يا جماعه اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. القرآن الكريم لما ذكر هذه الآية عايز يحسم مادة النزاع والشقاق بين الناس. فاحنا سايبين نفسنا كده. فانت يا ام محمود الحقيقة
يعني عايز اقول لك ما يعني ما خدتيش درس من الاولاني ومع ذلك وقعت في الموضوع التاني برضو، فربنا يعينك. طبعا ده سؤال ملوش علاقه بالفقه تماما، انما الشيء اللي انا عايز انبه عليه ما فيش حاجه ابدا اسمها انا حد خد مني حاجه او حاجه ضاعت مني او حاجه اتسرقت مني اجيب شيخ يعزم ويقرا علشان يقول لي مين اللي خده ومين اللي ما خدش. مفيش كده في الشرع. ده كمان ده بيبقى فيها خراب بيوت. مفيش كده في الشرع طبعا. اصلا احنا الشرع علمنا انت خدت الحاجه ديت، لا ما خدتش، اتفضل اقسم احلف. حلف خلاص، يبقى خلاص انتهى الامر، انتهى. ما دخلش نفسي في دائره اخرى بقى، دائره معصيه تانية، اجيب شيخ علشان يعزم ويقرا حاجات معينه ويقول لي مين اللي خد. ما أدراني إنه ممكن يعمل فتنة تتسبب في إراقة الدماء. طبعا طبعا، لأنه هنفرض مخاوي جن ولا معاه جن زي ما بنقول إحنا مخاوي جن، والجن قال له ده فلان، وليه إحنا نصدق هذه الأشياء، ومقصد الجن إنه يخرب البيوت وتسببنا في إسالة الدماء ولا في قطيعة أرحام ولا ولا ولا، فإحنا مش عايزين. هذه طريقة خطأ، إن إحنا لما حاجة تضيع نقول إحنا نجيب شيخ. الشيخ ملوش علاقة ولا أصلا يلقب بشيخ. كلمة شيخ دي كلمة شريفة، كلمة ليها مكانتها. شيخ ده يعني علم، شيخ يعني ورع، شيخ يعني خلق، شيخ يعني يبين للناس صحيح. التوكل على الله وتوفيق أمورهم إلى الله. مش شيخ يقعد يعزم ويقرأ حاجات عشان يقول مين اللي خد ومين اللي ما خدش. ده مش من مهمة الشيوخ، دي من مهمة الدجالين. فحضرتك خلي بالك الكلام ليك يا أم محمود، والكل حد يفكر في هذا التفكير. تمام، ناخد مدام هناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. كنت عايزه اسال بس، انا عمري في حياتي ما دخلت على هوا ابدا، اول مره. بس نورتينا. الله يخليكي. كنت عايزه اسال سؤال بس. اتفضلي. انا ليا اخين. فكل واحد طبعا الدنيا لهياه وكده. بس امي الله يرحمها قبل ما تموت كانت موصيام عليا. انا عايزه اقول لك اقسم بالله اللي اذوني هما الاثنين. لا اله الا الله. فانا كنت عايزه اسال بس، انا يعني اللي حصل ما بيني واخويا الاولاني ده، يعني عنده 5 عيال والله يكون في عونه، ممكن يكون مشغول. ليا اخ كان قاعد معايا وهو كده. المهم حصل مشاكل، بس في الاخر انا جبت شقتي اللي انا بعد ما مشيت من شقه امي ومشاني وفضحني وكده، قلت برضو ارجعه تاني، هو مالوش حد وما اعرفش ايه. فالمهم رجعته. انا كنت عايزه اسال سؤال. رجعتيه فين؟ انا مش فاهمه. هو كان عايش معاكي يعني؟ كان عايش معايا في شقه امي. وبعدين جوزت واحده صاحبتي، يعتبر فضحوني ومشوني من قلبي الشقه بتاعت امي. تمام. فاخدت شقه تانية. فلقيته طلقها وتعذب كتير، فقلت اخده تاني. يعيش معاكي؟ رمضان اللي هو اللي مش رمضان اللي فات ده، اللي قبليه. فمهم لقيته بيشرب. وانا عندي شابين ولدين، عيالي ما بيشربوش، وواحد عنده 20 سنة وواحد عنده 17 سنة. فالمهم لقيته بيشرب، قلت له يا ابني بلاش الشرب ده قدام عيالي. وجوزي ما كانش يعرف ان هو بيشرب. فقلت له بلاش الشرب. جه رمضان لقيته بيجيب برضو خمور. فدخلت مرة واحدة عليه لقيته بيقول لي ابني شغال في الحدادة. فبيقول له خد البرشام، وبرشام بيقوي. قلت له لا، طفشته الصراحة. من بعد ما سمعت الجملة دي ان عايز يديله برشام، طفشته. مشيتي من عندك؟ طفشته، قصدي يعني كان قصدي الصراحة ان انا طفشه، بس ما قلتلوش، قال لي كلام وحش، بس ما قلتلوش اطلع بره او كده. بس عملته ان هو يمشي. فالمهم سمعت الايام اللي فاتت دي، قطعته بقى، ما بقيتش اكلمه خالص. سمعت ان الايام اللي فاتت دي ان هو باع شقته ورمى عفش عند اصحابه وقاعد يعتبر في الشارع. فجوزي بيقول لي لنا لهو لو جه ما ينفعش. فانا رايك، ان راي الشيخ يعني ان انا اجيبه، بس انا خايفه على عيالي منه. ان هو عايز ان انا، هو كده ما يتضمنش على فكره. مش حرام ان انا قطعت الصراحه، ما كلمتوش في رمضان، قلت لو كلمته بس هيجي لي كل يوم وهيخلي عيالي بقى يشتتوا مني. يعني العيال دلوقتي بيسمعوا كلام، يجي هو بينفخهم عليا. فرأيي بس الشيخ، انا عايزه بس السؤال ده، معلش. حاضر. ان انا يعني اتصل بيه حتى اسال عليه، ولا هو مجيته بخراب يعني بيعمل لي مشاكل غريبه قوي، فمعلش السؤال. حاضر ده. حاضر حاضر. تابعينا مدام هناء، تعمل ايه يا فضيله الشيخ؟ طيب احنا بس عايزين دايما نفرق ما بين صلة الرحم
وما بين المشاكل اللي بتحصل. احنا ليه لما تحصل بيني وبين اخويا مشكلة لازم اقطعها؟ ما هي بتقول ان انا مكالمتي ليه هتخليه يرجع يجي تاني. ما احنا عايزين نفصل بين ده. طب تعمل ايه؟ ليه؟ لان البيت ده مش بتاعها. لا هي لا لا لا، هي مشيت من شقة والدتها وخدت شقة ايجار عايشة فيها. بقى زوجها موجود. هو زوجها المفهوم الكلام. انت تقصد انها ملك جوزها. ملك زوجها هو اللي قائم على الامر ده. فالزوج هو اللي يقول مين يجي ومين هو. قال لها انا يا هو. خلاص. يبقى تسمع كلام الزوج وفي نفس الوقت ما تقطعش اخوها. لازم نفرق ما بين الملفات. طب هي دلوقتي لو كلمته ولقيته جاي لها لما تقول له لو إيه سمحت، لو سمحت زوجي بيقول انك انت ما تجيش البيت، احنا اخوات لازم نكلم بعض. اما زوجها ده مش من الرحم. فاحنا لازم تعرفي تخلطي، يعني تفرقي ما بين الملفين. صله الرحم شيء صحيح، بس صحيح كده وما تسيبيش يعني. بالضبط، يعني النصيحه ماشي، وبعدين هو رجل يشتغل، يتحرك ويشتغل. يعني مش معقول، يعني شوفي حضرتك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. احنا احيانا بنصاب بكسل، وبعدين ده ممكن يكون نتيجه المشي الغلط. طب نتيجه الشرب. ما طبعا، لان هو مش هيسيطر عليهم مش سادق عليهم في شغلانه. ليه؟ لان حضرته بيصرف على مزاجه. طبعا مش عايز ابدا يكون نشيط ويشتغل بما يرضي الله، ودي نتيجه كل واحد يمشي غلط. الناس هتنبذه واهله هيكرهوه وحتى اصحاب العمل مش عايزينه. فلذلك كل واحد يعني ربنا اداله صنعه، ربنا اداله عمل، ربنا اداله شيء يتكسب منه يحافظ على لقمه عيشه. يحافظ ازاي؟ احفظ عقلك، مش لازم البلابيع اللي بتشربها. احفظ نفسك، مش لازم الخمره اللي بتشربها. يعني يصلح حالك مع ربنا، يقوم ربنا يديم عليك الرزق. لازم انت تتكلمي معاه، وده واجبك ناحيته لانك اخته، فلازم تنصحيه. وساعتها هيفهم انه بسبب الشرب وبسبب كل الكلام ده غير مرغوب. اما حضرته حتى انا بقى اجي بقى للراي التاني، ولو سمح لها زوجها انه يجي ما يجيش. حضرتك خليني في مصيبه واحده. مش لازم يجيب لي مصيبتين تانيين في البيت. لان ممكن سهل جدا الاولاد يتاثروا، دول شباب طبعا وقاعد معاهم وممكن قريبين من سن بعض، فسهل جدا انه يعلمهم الشرب. لا، يبقى احنا نوعظه وهو بره ويتحمل مسؤوليه نفسه. وكل واحد بيشرح، احنا شفنا، احنا كل يوم بسمع شباب بيموتوا من ضرب المخدرات واخذ المخدرات، بيموتوا فعلا في عز الشباب. فيا جماعه الامر ده محتاج منا رعايه، محتاج منا تنبيه لاولادنا دائما، محتاج منا عنينا على اولادنا. صح، احنا دلوقتي في وقت لا الحرام كتير قوي، واكتر شيء حرام بيدمر الشاب هي المخدرات. وجود الحشرات داخل البيت مثل الدود، هل ده دليل على حسد او سحر؟ ممكن يبقى في حسد. ممكن يبقى في حسد. وعلى فكره هنقول حاجه كان زمان بتحصل في البيوت، ودي لا علاقه لها بالدجل، بل حاجه كانت جميله جدا، مساله البخور في البيت والريحه الجميله في البيت. ايوه، ايا كان، معطر في البيت، بخور في البيت. كنا دايما نشوف امهاتنا كان يوم الجمعه كده لازم يبخروا. الموضوع ده ما كانش بيجي من الموضوع ده كان متوارث، والحاجات دي بتطرد فعلا، تطرد نمل وتطرد مش عارف ايه مع الاساس قراءه القران في البيت. دايما قراءه البقره وآل عمران، دايما المحافظه على اذكار الصدقه تمنع الحسد، كل هذه الاشياء. ولكن هي عين. يعني لابد ان احنا ننتبه الى هذا. نعم. فضلت الشيخ ناخد سؤال كمان، بيقول او بتقول انا باخد فلوس من ورا جوزي وبصرفها في البيت، هو كل ما اقول له عاوزه حاجه يقول لي لا، فانا باخد واجيب اللي انا عاوزاه، هل ده حلال ولا حرام؟ لا يجوز. حتى لو هو ما كانش مكفي بيته لا يجوز، ولا بد للمراه تغلق هذا الباب تماما. لان في واحد مسؤول، الا في حاله واحده. ايه بقى؟ ان لم تكن هناك نفقه على الطعام وعلى الكسوه، لها ان تاخذ ما يكفيها واولادها بالمعروف. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنه، تقول له ابو سفيان رجل شحيح يا رسول الله، قال خذي ما يكفيك وولدك. وبعدين شوف العباره اللي نحط تحتيها الف خط، قال بالمعروف. يعني ايه؟ المراه احيانا يعني ما تاخديش زياده وتحوشي. لا، كمان ممكن هي شايفه ان الامر ده مهم قوي وضروري ليها. ليه؟ هي عاطفتها كده، يعني شايفه ان الامر ده اللي هو من باب الرفاهيه شايفاه ضروري. ليه ما تاخدش؟ صح، طبعا ما تاخدش. صاحب الشان شايف ان ده اصلا مش ده رفاهيات. فلذلك لابد ان المراه ان هي لا، يعني لو حتى وصل الامر ان انا اقول لاهله لو سمحتوا ده هنقعد عشان نشوف المصاريف للبيت. ده كله ان كان هو قادر وماسك. اما اخد من وراه لا، الا زي ما قلنا في الامور الضروريه او الحاجيه الشديده اللي بيحتاجها البيت.
ناخد ام محمد. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك بمليون خير. وحضرتك بألف خير يا رب. الله يرضى عنك يا حبيبتي. ربنا يخليك. وفريق العمل كله والاستاذه الجميله اللي بتاخد الاتصالات كلكم ندى وفضيله الدكتوره وده يا رب كلكم بمليون خير. وحضرتك بألف خير يا رب. الله يرضى عنك يا بنتي. لو تكرمت يا حبيبتي حضرتك انا اسال الدكتور من اتفضلي طبعا. الله يديك فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. لو تكرمت حضرتك انا بنقرا القران اخذ نفسي ورد يعني كل يوم كده على قد ما بقدر صفحه صفحتين على قد ما بقدر بس انا فضلت الشيخ انا بنقرا القران بس مش فاهمه المعنى بتاع القران الا في حاجات بسيطه. هل كده انا ليا اجر ان انا بنقرا القران ولا لازم اكون فاهمه الكلام كله؟ وانا مش فاهمه انا مش فاهمه يعني مش يعني بقرا الكلام بس مش فاهمه ما بتقدريش تفهمي المعنى بتاعه. والله حضرتك معلش حضرتك سؤال تاني لو تكرمت. اتفضلي. ان انا لقيت قطعه ذهبيه من الكلام دوت من حوالي اكتر من 15 سنه وكان في الوقت ده حضرتك كان والدي محبوس في المستشفى وانا كنت بشتغل وانا اللي كنت قايمه من فضل ربنا بالمصاريف كلها كلها حتى لدرجه مراته كنت ما كنتش مش كنت واخواتي كنت انا قلت انا اللي حابه ان انا مع ابويا في موقف زي ده. فانا لما لقيت القطعه الذهبيه انا مش متعلمه يعني فهمي على قدي فلما لقيتها اتهيأني حاجه قالت لي ان دي رساله يعني حاجه ربنا بعتها لك عشان اللي انت عملتيه مع والدك فانا اتصرفت فيها حضرتك. طب قبل ما تتصرفي فيها حاولتي تدوري تعرفي بتاعت مين ولا ما دورتيش؟ والله يا بنتي ما كنت اعرف انا لو كنت اعرف انا بخاف قوي لان ربنا كرمني يعني وبارك لي في القليل قوي والله الحمد لله الحمد لله. انا ما كنتش اعرف وبعد ما اتصرفت فيها قالوا لي لا ده في جورنال اسمه الوسيط كان ممكن تعملي اعلان عليه وكده رجع ضميري انبني بقيت ان انا بقى كل ما ربنا يقدرني اطلع مثلا 50 جنيه اطلع 100 جنيه اقول يا رب للست صاحبه الحاجه الذهبيه دي وبقالي على الموضوع ده يعني فتره فانا بقالي من بعد موضوع وفاه والدي فبعمل حاجه بسيطه كده في المسجد البيت اللي كان ابويا ساكن فيه في مكان اللي ابويا كان فيه فبعمل لابويا وامي هل ان ينفع اجمع بين كل ده ان ربنا يجعل الحاجه بتاعت كل شهر دي طبعا هي حاجه بسيطه ما تجيش من كرم ربنا عليا يعني حوالي كانوا الاول 150 جنيه دلوقتي بقوا 200 جنيه ينفع ان اضم الاستاذ صاحب القطعه الذهبيه دي مع ابويا وامي هل ان الحاجه البسيطه دي ينفع لكل دول وهل ان ربنا كده هيتقبل مني ربنا يتقبل منك ويراضيكي ويزيدك من فضله ونعيمه يا رب الله يرضى عنك يا بنتي دنيا واخره امين يا رب حاضر تابعينا حضرتك طيب هي دلوقتي بتقرا القران الكريم ليها ورد يومي ممكن تكون مش فاهمه الكلمات اللي بتقراها هل هتاخد اجر وثواب القراءه وهتاخد اجر وثواب انها بتحاول في ده ولا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجر القراءه واجر المشقه اللي هي التعتعه اللي هو عمال يعافر فيه عشان يقرا الايات. طيب كلمه الماهر بالقران بتحتمل احتمالين، الماهر بالقران الذي يجيد القراءه جيدا وده الظاهر من الحديث وليس معناه الماهر اللي هو يفهم المعنى يتدبر المعنى ولكن في معاني ظاهره واضحه كما هو معلوم من الدين بالضرورة الآيات اللي بتتكلم عن التوكل عن تفويض الأمر لله الآيات اللي بتتكلم عن التوحيد عن الشرك ده كله ظاهر ولكن في كلام صعب ممكن الإنسان ما يفهموش مش معنى كده إنه هو ما يقراش يبقى إذن الإنسان يأخذ الأجر على مجرد قراءة الحروف لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني لما الإنسان يقول طا سين ميم أدي 30 حرف ألف لام ميم أدي 30 حرف
30 حسنة 30 حسنة. إذا الحرف الواحد بعشر حسنات. في كلمات هتجيني أنا مش فاهمها، وفي آيات أنا مش عارف معناها، أقرأ برضو القرآن علشان أخذ أجر القراءة. يبقى معنى الكلام إن لا يشترط إن الإنسان يفهم معنى ما يقرأ، ولكن ما يذكرش القرآن بالضبط، ولكن حتى لو كان بالقراءة، القراءة النظر في المصحف بس فقط عبادة، قراءة القرآن عبادة، الفهم ده شيء آخر، ربنا إن شاء الله يفهمنا جميعا كلام. طيب قطعة الذهب اللي هي لقيتها من 15 سنة وتصرفت فيها والقصة الطويلة اللي هي حكيتها دي، هل اللي هي بتعمله ده دلوقتي انها بتطلع جزء ولو بسيط من المال بهدف انه صدقة لأبوها والأمة، هل تقدر ان هي تجمع فيه وتصرفها في وقتها؟ طيب تصرفها في وقتها غلط، بس ولكن كانتش تعرف. الله بالضبط معاك خلاص يعني، ولكن هو أمر معروف بدهي. أنا لما بلاقي حاجة يا أنا ألتقطها من الأرض وأقوم بها بحقها، إيه هو حقها؟ إن أنا أعرف الناس بيها يأسبها. ده الصح، لو أنا شايف مش هقوم بالشيء ده طالما اللي وقعت منه يرجع يدور عليه بالضبط أسيبها، ماليش علاقة طالما أنا مش هقدر أقوم بالواجب بتاعها. الواجب بتاعها إيه؟ إن أنا أعرفها وأفضل معرفها سنة. لو الراجل رجع وخدها أهلا وسهلا، طب ما خدهاش أتصدق بيها بنية أن يكون الثواب لصاحبها. وعلى فكرة لو رجع بعد كده بعد ما تصدقت بيها، ليه إنه يقول لي طب الدين الدين حقها، ولكن لما تقول له أنا تصدقت بيها يقول لك خلاص طالما كده يبقى الثواب إن شاء الله يصل. ولكن حضرتك الآن إحنا عايزين نصلح اللي حصل، هي بتقول إنها بتطلع كل قد ما بتقدر يعني. يبقى حضرتك كمان اللي أنت هتعمليه ده الصدقة الجارية، أشركي فيه صاحبة هذه القطعة الذهبية أو صاحب القطعة الذهبية، وإن شاء الله يؤجر بإذن الله، بإذن الله. وربنا يجزيكي كل خير. والدي اتوفى رحمة الله عليه وكان كاتب البيت والمحلات التجارية باسم والدتي ربنا يرحمها، هل إخواتي اللي من والدي لهم ميراث معي أنا وإخواتي من والدتي؟ طيب الرجل لما كتب خلاص خرجت من ذمته بقت ملك الأم، بس بشرط ما يكونش كان في ضغط من المرأة اكتب لي اكتب لي اكتب لي مثلا، أو استغلوا ضعفه أو استغلوا مرضه أو نحو ذلك، ده كله بيعتبر في الكلام. ولكن هنفرض الرجل طواعية وهو فاهم وعاقل وعارف هو بيعمل ايه، راح كاتب لزوجته الحاجة دي، اصبحت الحاجة دي مش بتاعته، ده بيع وشراء. طيب لما المرأة دي تتوفى مين اللي يورثها؟ ولاد بطنها بس، يعني ولاد الراجل من زوجة اخرى ملهمش كده حاجة بالضبط. ولكن هم لو تقرم منهم شاركوا اخواتهم معاهم او دوم حاجة ده امر تاني. نتكلم الان في توزيع الميراث، المرأة يرثها أبناؤها الذين هم من بطنها، أما أولاد الراجل من زوجة أخرى لا حق لهم في الميراث. تمام. إيه هي الآيات اللي تطرد الشيطان من البيت؟ القرآن كله يطرد الشيطان من البيت، وذكر الله يطرد الشيطان من البيت، والصدقة تطرد الشيطان من البيت. ودي أشياء إحنا بنغفل عنها طبعا، غير القيام بواجب الله في البيت. يعني بيوتنا نقيم فيها الواجب اللي ربنا أمرنا به، الواجب اللي ربنا أمرنا به، ما نعملش فيها حرام، ما نرتكبش فيها منكر، نذكر الله فيها، ربنا سترنا في هذه الأماكن، نقوم بشكر الله وحمده على أنه ربنا أوانا وسترنا في هذا. لو قمنا بواجب البيت وحق البيت ربنا يحفظ لنا البيوت من كل شيء. صحيح. فحضرتك القرآن كله خاصة سورة البقرة وآل عمران، هذه تطرد الشيطان مع تكرار دائما آية الكرسي وأذكار الصباح والمساء من أفراد البيت، كل هذا لا يقترب الشيطان من البيت إن شاء الله. إن شاء الله. أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. إيه لو سمحتي يا. تفضلي. أنا كان ابني مريض بقاله 6 سنين، كان عنده سرطان. فأنا كنت مقصرة جدا في الصلاة. بس هو طبعا قعدنا 6 سنين معاناة، كان عنده سرطان بس اتوفى يعني. طيب. فأنا عايزة أعرف يعني أنت كنت مقصرة في الصلاة عشان كنت يعني كنت مهتمة بيه بتراعيه؟ ما كنتش منتظمة في الصلاة. طيب حاضر، عندك أي سؤال تاني؟ وعايزة بس الشيخ يدعي لي إن ربنا يكبرني على طريقه. أمين يا رب. حاضر. أمين يا رب. حاضر. طيب هي كانت مقصرة في الصلاة في الفترة اللي كانت مع ابنها فيها. طيب برضو هنقول ربنا أولا يصبرك، ده أهم حاجة إن شاء الله، نسأل الله أن ينزل عليك صبرا وأن يخلف عليك وأن يكون زخرا لك في الجنة، ياخد بإيدك كده إن شاء الله إلى جنة الله سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب فقد أحب الناس إليه، فقده تاه منه
غاب عنه زي كلنا عارفين قصة سيدنا يوسف. ولكن سيدنا يعقوب ما ترك واجب الله عليه في هذه الفترة، قيل 40 سنة وهو يبكي على فراق يوسف. حتى القرآن يصف فيقول وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك ما يترك أو ما ترك واجب الله عليه. ومن ابتلوا من الأنبياء ما ترك واجب الله عليه، وإلا لذكر القرآن ذلك، أو ما ينفعش حتى إن هم يعملوا كده. فالإنسان إذا كان عليه أمر الله ونزل به بلاء لا ينبغي أن ينشغل بالبلاء عن واجب الله، وإنما يعلم بأنه عند قيامه بواجب الله مع نزول البلاء ربنا يخفف بالضبط عليك. الله يخفف عنه. لذلك القرآن بيقول إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. إمتى؟ عند نزول الحاجة اللي أنا مش قادر أتحملها، تتوجه لربنا أكتر، إن كانت فقد عزيز علي أو إن كان مرض أنا لا أستطيع أن أتحمل حتى سمع الاسم بتاعه. يبقى إذن إنسان لما بيبتلى بيفزع إلى الله بالعبادة، مش لما بيبتلى بينشغل بالابتلاء ويترك الواجب. فده كلام يعني لحضرتك، ولكن ربنا إن شاء الله يصبرك على اللي انت فيه، والله سبحانه وتعالى يغفر. صلي إن شاء الله وعبودي ربنا وسلي ربك الصبر، وربنا يخلف عليك إن شاء الله. أمين يا رب. مدام هناء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الحمد لله بخير. انا ما باجي عيالي بشد عليهم كده، فجوزي بيزعق معايا بسبب وبيشتمني، انا مش عارفه اعمل ايه. لا فاهم، واحده واحده بس كده. انت لما بتزيجي تذاكري لاولادك بتشدي عليهم؟ يوم ما باجي ازعق لهم جوزي بيشتمني ويقول لي انت ما تزعقلهمش وما تكلمهمش، هبقى مت فاعملي العمليه. ما ايه، ما سمعتش الجزء الاخير. لو مت اوكي، طب اعملي اللي انت عايزه تعمليه فيه. لا يعني هو حضرتك وانت بتعلميهم بتخرجي عن مألوف التعليم، يعني عن مألوف الوعظ، عن مألوف ايصال المعلومه، بالضرب، بالسب، بالشتم، بالشخط، بالنقد كده يعني، ولا انت قاعده كانك معلمه بتعلمي؟ لا ساعات بزعق بس هم ما بيسمعوش كلامي، يعني ما بيجي باباهم إذا قدام منهم فما عادش بيحترموني خالص. يعني هم شايفين ان باباهم لما انتي بتزعقي هو بيتدخل وبيقولك لا مالكيش دعوه بيهم، فزعيقك بالنسبه لهم ما بقاش يهمهم يعني. ايوه، ويجي مثلا لما اجي اعاقبهم في حاجه يقولي طب لما بابا يجي احنا هنقول. فانا مش عارفه اعمل ايه لغايه ما هو اشتمني قدام منهم، يعني مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر، تبين يا هنا، هو الزوج بيتجاوز معاه في الكلام قدام الاولاد، فالاولاد بقوا شايفين انه احنا لو رحنا قلنا لبابا ان ماما بتزعق لنا هو هياخد حقنا منها. اولا ده خطا في التربيه، يعني طبعا اشكاليه في التربيه عند الابناء. لما الاب يسب الام او يشتم الام او ينهر الام امام ابنائها هو بيسقط هيبه طبعا الام امام الاولاد. ده اكبر غلط يقع فيه الاب. فلذلك بنقول الام اكتر واحدة بتقعد مع الأبناء، لدرجة انها بتقعد أكتر من وقت اللي بيقضيه الأب. الأب ممكن يقعد ساعة أو اتنين وبعدين يروح ينام عشان يروح شغله، وطول النهار هي ربما تكون مع أولادها. ده المفروض العكس، إن هي تخوفهم إنه لما يجي بابا هقوله بالضبط، فيبقوا قلقانين إنهم يعملوا حاجة، لأنه أحيانا بيبقى بيتدلعوا على الأم أكتر. نعم، فلذلك المفروض الوالد اللي شايف إن معظم وقت الزوجة بيكون مع أولادها هو يجعل لها هيبة بين أولادها، عشان حتى لا قدر الله لو فارق الحياة يبقى هي مسيطرة عليهم وتقدر تعلمهم. المشكلة التانية إن إحنا أحيانا بيبقى عندنا خطأ في تعليم أولادنا بقى، في إيصال المعلومة. لذلك الطريقة التربوية الصح بلاش الضرب، بلاش النهر، بلاش، ولكن بأسلوب هادي ممكن أوصل المعلومة. ده ممكن تبقى حاجة تانية أنت تنتبه ليها. في أساليب تانية كتير تقدري تقري عنها وتقدري تستشيري حد ذو خبرة في المجال ده. نعم، فهي يعني المشكلتين دول موجودين، هو بلاش ينهارك قدام الأبناء عشان ما يسقطش هيبتك، وحضرتك راجعي نفسك إذ إيه هو الأسلوب التربوي اللي أنا أوصل به المعلومة لأولادي دون أن أنا أضغط عليهم بهذه الطريقة. نعم. طيب، هل دفن النساء مع الرجال في قبر واحد أي غرفة دفن واحدة حرام ولا حلال؟ لا يجوز إلا عند الضرورة، وعند الضرورة لابد من فاصل بين المكان ده والمكان ده. هنفرض هي عين، يعني كتير من الناس يبقى عنده اتنين عين، عينان، عين للرجل للرجال وخلاص، وفي فاصل حائط بينهم. لو هيدفنوا بقى في عين واحدة، أما لو عين واحدة يبقى أنا لازم أقيم حاجز بينهم.
هو الشرع علمنا كده ولا فيها ابدا اي مشكله. حاجز ترابي كده او حاجز من الطوب مش لازم يكون عالي قوي، ولكن يبقى فاصل انا مكان السيدات عن مكان الرجال. تمام. صلاة التسبيح بتكون ازاي، وهل بنقرا فيها التحيات ولا لا؟ نعم، صلاة التسبيح ممكن تكون 4 ركعات، الافضل ان تكون بدون تشهد اوسط. يعني معنى بدون تشهد اوسط يعني انا هيبقى فيها تشهد اخير. يبقى ادي التحيات هي موجوده في الركعه الاخيره، واحنا بنقول هي قائمه على التسبيح 75 تسبيحه في كل ركعه، غير التسبيحات اللي هي المعتاده من سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود، تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده. التسبيح اللي انا بقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى ادي، وبعضهم بيزود يقول ولا حول ولا قوه الا بالله، ولكن لو اقتصرنا على التسبيح يبقى احنا بنقول 75 تسبيحه موزعه على الركعه الواحده، يعني في الاخر هلاقي 300 تسبيحه في ال4 ركعات. ممكن يتصلوا بتشهد واحد، وممكن يتصلوا ركعتين منفصلين كل ركعتين بتشهد. عايز اعرف راي حضرتك في حنه العروسه وما يحدث فيها من رقص وغنى، وان بعض السيدات ممكن يكونوا كاشفين جسمهم او شعرهم، هل في حرمانيه؟ لو كان السيدات بينهم وبين بعض مفيش حرمانيه. دي اهم حاجه. ولما يكون النساء بين بعض بلاش التصوير. ايوه، علشان ما يحصلش فضايح وتحصل مصائب ويحصل خراب للبيوت. احنا شفنا في حاجات حصل فيها خراب. صحيح. وشفنا في جرائم. حصلت جرائم فعلا، وكان فيها إسالة دماء في بعض أماكن في الأرياف نتيجة التجاوز اللي بيحصل. فالمرأة لا مانع، بس نكون المجالس، شوف في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والشرع علمنا كل أدب يحفظ علينا النزاع، لما سيدنا النبي علمنا أن المجالس بالأمانات. طبعا يعني لما أقعد في مجلس ما روحش أصور المجلس بدون إذن الموجودين. طب أنا صورت المجلس ما حدش يشوفه إلا إحنا، إلا لو استأذنت. يعني مفيش واحدة تروح تصور واحدة بترقص وهي فرحانة بترقص، بطبيعة السيدات بيفرحوا العروسة فبيغنوا لها ويرقصوا لها، ماشي. ما تجيش تصور وتنشرها، ما تجيش تصور وتوريها لزوجها، ده إيه؟ ده حرام. والتي تفعل ذلك آثمة، واللي تعمل كده حرام عليها. فلذلك ننتبه دائما يا جماعة إلى الآداب المطلوبة منا عند الأفراح. يعني إلى حد ما جاوبنا جزء كبير من الأسئلة، وإن شاء الله نكملها مع حضراتكم. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكرك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا